يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف في الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال حدثنا طلحة بن زيد عن راشد قال سمعت وابسة بن معبد يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. باب وضع اليدين على الركبتين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن مشرق قال سمعت قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت إلى جنب أبي فطبقت فضرب يدي وقال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن أبي شهاب وسعيد بن سعيد بن سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي عمر قال سمعت أبا جحيفة يقول ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وقال رجل جد فلان في الخيل وقال آخر جد فلان في الإبل وقال آخر جد فلان في الغنم وقال آخر جد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر الركعة قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد أي ليعلم أنه ليس كما يقولون. باب السجود. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عم يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه فلو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن عبيد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمر بنا ركب فأناخوا بناحية الطريق فقال لي أبيكم في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم فأوسى إليهم قال فخرج وجئت يعني دنوت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصليت معهم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد. قال أبو بكر بن أبي شيبة يقول الناس عبيد الله بن عبد الله. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وصفوان بن عيسى وأبو داود قالوا حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. حدثنا بشر إذا سجد الإنسان سواء على تراب أو على حائل فسجوده صحيح سجوده صحيح سواء كان على تراب أو كان على حجارة كان يصلي على بلاط أو رخام أو ما في حكمه فصلاته صحيح أو كذلك أيضا على حائل يحول عن الأرض مما ليس من جنسها كالفرش والبسط الحديثة فأيضا سجوده صحيح ولا خلاف في هذا وقد حكي الاتفاق على هذا حكى اتفاق الصحابة من حزم الأندلسي عليه رحمة الله كما في كتابه المحلى. نعم. حدثنا بشر بن عادل الضرير قال حدثنا أبو عوانة محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرا ولا خلاف في ذلك أن السجود لا يجزئ إلا على الأعظم السبعة. وأما بالنسبة للأنف والجبهة قد نقل ابن منذر رحمه الله كما في كتاب الأوسط
أن السجود على الأنف بلا جبهة لا يجزئ، باعتبار أنه لا يسمى سجودا حتى يضع الجبهة، وهذا حق. بل حكى ابن المنذر رحمه الله اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله على أن السجود على الأنف وحده لا يجزئ، وأن السجود باطل ويجب أن تمس الجبهة. أما سجود الجبهة بلا أنف فهو سجود صحيح، فهو سجود صحيح، لأن السجود لا يسمى سجودا إلا بوضع الجبهة. نعم. أحسن الله إليكم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال ابن طاووس فكان أبي يقول اليدين والركبتين والقدمين، وكان يعد الجبهة والأنف واحدة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهادي قال محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثنا أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبه إذا سجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. قال باب التسبيح في الركوع والسجود. حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب الغافقي قال سمعت عمي إياس بن عامر قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأزهر عن حذيفة بن اليماني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثة، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه، وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثة، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه. باب الاعتدال في السجود. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب. باب الجلوس بين السجدتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع بين السجدتين. حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا ابن نعيم النخعي عن ابي مالك عن عاصم بن كليب عن ابي موسى وابي اسحاق عن الحارث عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقع اقعاء الكلب. حدثنا الحسن بن محمد بن الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. اما بعد، بالنسبه للاقعاء نقول الاقعاء على نوعين: اقعاء مكروه وهو الذي يشابه اقعاء الكلب، وهو أن يجلس الإنسان بين قدميه منصوبتين. وأما بالنسبة للإقعاء المشروع والسنة هو أن ينصب الإنسان قدميه ثم يجلس على عقبيه، ويكون هذا بين السجدتين وهو السنة، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس. إذن فالإقعاء المنهي عنه هو إقعاء الكلب، وذلك أن الإنسان إما أن يجلس ناصبا لقدميه جالسا بينهما على إليته،
أو يكون مقيما لساقيه جالسا على إليته، فهذه هي صورة الإقعاء المنهي عنه. أما بالنسبة للمشروع والسنة، وأن يقع الإنسان على أن ينصب الإنسان قدميه ويجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العلاء وأبو محمد قال سمعت أنس بن مالك يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، ضع أليتيك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض. باب ما يقول بين السجدتين. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن المرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة حاون وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن صبيح عن كامل أبي العلاء قال سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. باب ما جاء في التشهد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش بين السجدتين، وهذا في الصحيح. أما حديث عبد الله بن عباس رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني، هذا حديث معلول في إسناده كامل أبو العلاء. وأما بالنسبة للثابت هو قول رب اغفر لي ويكررها الإنسان، ولو دعا معها بغيرها فهو حسن أيضا، سواء بهذا الدعاء أو بغيره، ولا يلتزم شيئا معينا على سبيل الدوام إلا قول ربي اغفر لي. صلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل وعلى فلان وفلان يعنون الملائكة، فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا جلستم فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك صابت كل عبد صالح في السماء والأرض يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور والأعمش وحسين وأبي هاشم وحماد عن أبي وائل وعن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحسين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود حاء وحدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة والأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد فذكر نحوه. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة حاء وحدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله عن قتادة، وهذا حديث عبد الرحمن عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبع كلمات هن تحية المسجد هن تحية الصلاة. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا المعتمر بن سليمان حاء وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أيمن بن نابر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث وفي غيره من المسائل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الفقه وأحكام العبادات على منبره، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث التي تدل على هذا. ونستطيع أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام على منبره كان يعلم الفقه
وهذا وارد لكنه قليل، وكان يعظ أصحابه وهذا هو الأكثر. والثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بأحوال المخالفين له في حال من خالفه من عصية وغيرهم، فهذا أيضا بذكر المخالفين ومناهجهم والتحذير منهم سلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء عنه في الصحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون التشهد كما يعلمون السورة من القرآن، بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا عمار بن طالوت قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حدثنا الحسين بن بيان قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا. قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال حولها ندندن. باب الإشارة في التشهد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة يشير بإصبعه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبته ورفع إصبعه اليمنى
اليمنى التي تلي الإبهام فادعو بها واليسرى على الركبة باسطها عليها. باب التسليم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري. ذكر وبركاته في هذا الحديث وكذلك أيضا عند أبي داود في بعض النسخ هي غير محفوظة ولا يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا أيضا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن العمل ليس عليها. صلى الله عليه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي موسى قال صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها. يسلم على يمينه وعلى شماله. باب من يسلم تسليمة واحدة. حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. حدثنا هشام بن عبان قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. حدثنا محمد بن الحارث المصري وقال حدثنا يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة. باب رد السلام على الإمام. حدثنا هشام بن عمان قال السلام يتفق العلماء من السلف على عدم وجوب التسليمة الثانية، وأن الإنسان ينفتل من صلاته بالتسليمة الأولى، وهذا الذي عليه أيضا إجماع الصحابة عليهم رضوان الله. وأما بالنسبة للتسليمة الثانية فهي سنة يؤديها الإنسان. جاء في ذلك جملة من الأحاديث المرفوعة وهي أيضا لا تخلو من علل، ولكن الثابت في ذلك الموقوف عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالتسليمة الواحدة. والتسليمة الثانية ليست من واجبات الصلاة فضلا أن تكون من أركانها، وإنما هو قول لبعض الفقهاء بعد الصدر الأول. نعم كلها معلولة. باب رد السلام على الإمام. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الإمام فردوا عليه. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا علي بن القاسم أخبرنا همام قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا ويسلم بعضنا على بعض. باب والسلام هو الواجب، وأما بالنسبة للالتفات سنة. الالتفات سنة، فلو سلم من غير التفات انقضى من صلاته، كأن يسلم تلقاء وجهه أو يسلم عن يمينه أو يسلم ثم ينفتل، فيكون الالتفات تالي للتسليم أو يكون سابقا له. الواجب في ذلك هو لفظ التسليم لا مجرد الالتفات. صلى الله عليه. باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. باب ما يقال بعد التسليم. هنا هذا الحديث في حديث أبي حي المؤذن جعنا بهريرة عليه رضوان الله تعالى في قوله قال فدعا لنفسه فقد خانه، حمله بعض العلماء على القنوت في الوتر، وأنه ليس هو الدعاء الخاص، وهذا هو الأظهر، أن المراد بالدعاء أن الإنسان لا يدعو لنفسه بقنوت عام،
سواء كان ذلك في قنوت الوتر أو كان ذلك أيضا في قنوت النوازل فيخص نفسه بخير أو بدفع شر دون الناس. نعم. باب ما يقال بعد التسليم. وهذا من عظيم الأمور والأحكام أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إمام الصلاة إذا خص نفسه بدعاء دون المأمومين خائنا له، فكيف في أمر الولايات العامة في من يخص نفسه بشيء من أمر الدنيا من المال أو الجاه دون الرعية؟ لا شك أن إذا كانت هذه خيانة صغرى فتلك خيانة عظمى. باب ما يقال بعد التسليم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاون وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم الله ما إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علية ومحمد بن فضير وأبو يحيى التيمي وابن الأجلح عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خسرتان لا يحصيهما رجل مسلم لا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا يكبر عشرا ويحمد عشرا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا وكيف لا يحصيها؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول اذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبيه عن أبي ذر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ربما قال سفيان قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق. قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفتم من بعدكم تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه 33 و33 و34. قال سفيان لا أدري أيتهن أربع. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا أوزاعي حاء وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني شداد بن أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة السفر 3 مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. باب الانصراف من صلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال أمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن جانبيه جميعا. حدثني علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثني أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان في نفسه جزءا يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتر عن يمينه وعن يساره في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا إبراهيم سعيد عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ثم يلبث في مكان يسيرا قبل أن يقوم.